كنت بقول لحضراتكم انه الفصل الزمني بين الماتشين، بين المواجهه بتاعه دور ال 32 في دوري الابطال امبارح وما بين انطلاقه مشوار الدوري مع الاسماعيلي، ما تسمحش بالراحه، وبالتالي الجهاز قرر من النهارده انه الفرقه تدخل في تدريباتها واستعداداتها بدايه من تمرين النهارده الصبح طبعا عشان تستعد للظهور بشكلها الجديد. انا متوقع انه الاهلي في مباراه الاسماعيلي هيظهر بشكل مختلف مع طبعا تحت قياده مستر موسيماني. الراجل ابتدى النهارده بمحاضره فنيه مع اللعيبه قبل التمرين، اتكلم فيها على بعض الامور الفنيه المرتبطه بالتحضير لماتش الاسماعيلي اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاربع في انطلاقه باذن الله، باذن الله نتمناها موفقه لفرقتنا في المسابقه، نمسح بيها كل اللي فات. يعني احنا مش عايزين نتكلم في اللي فات كتير، لكن متوقعين ان شاء الله باذن الله من اللاعبين ومن الجهاز الفني يبقوا مدركين تماما لحجم توقعات جمهور النادي الاهلي الموسم كله بدءا من ماتش الاسماعيلي. الجمهور استحمل والجمهور سند والجمهور دعم والجمهور يعني جه على نفسه في اوقات ما كانش المفروض انه يجي عليه على نفسه فيها، وبالتالي ده وقت رد الجميل لجمهور النادي الاهلي. واعتقد ان كل الظروف مهيئه ان الاهلي يقدم افضل كوره وانه ان شاء الله باذن الله يكون عنده قدره، والموضوع مش مرتبط بالبطولات، دايما انا باكد على ده. بالنسبه للجمهور، الجمهور مرضي جدا بالنسبه له انه يحس ان اللعيبه قدمت افضل ما عندها. حتى لو لا قدر الله ربنا ما كتب لناش في النهايه ان احنا نتوج او نرفع كاس او نرفع درع او نفوز بلقب، لكن الجمهور دايما مهم انه يوصل له انه اللعيبه دايما بتقدم افضل ما عندها، اقصى مجهود، اقصى تركيز، مش بس جوه الملعب وبره الملعب. ده بالنسبه للجمهور الاهلي مرضي جدا. اما انه ربنا يكرمنا ويوفقنا في تحقيق بطوله من عدمه، صدقوني ما بتفرقش كتير مع جمهور نادي الاهلي. الجمهور ده شبعان بطولات. الجمهور بيزعل لما الاهلي ما بيقدمش كورته، الجمهور بيزعل لما الفرقه ما بتكونش في مستواها، الجمهور بيزعل لما بيحس انه الفريق متراجع فنيا وبدنيا ومهاريا، وبالتالي ده اللي يهم جمهور نادي الاهلي. كمان يمكن بعد التمرين كان في جلسه بين الثلاثي موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان مدرب الفريق عشان يتكلموا على بعض الحاجات الخاصه طبعا بالتحضير والاستعداد للمباراه للمرحله اللي جايه بشكل عام. الشناوي ان شاء الله باذن الله بيستجيب بشكل كويس، خليني اطمنكم على الشناوي واطمنكم على وليد سليمان. الشناوي بيستكمل البرنامج التاهيلي اللي اتحط ليه عشان اصابته طبعا اتعرض ليها مع المنتخب في العضله الخلفيه، عنده مزق طبعا حضراتكم تابعته اصابته مع مصر كلها اتكلمت على اصابه الشناوي يعني. وان شاء الله باذن الله استجابته بتقول انه يعني هيكون جاهز في اقرب فرصه. يمكن دكتور ابو عبله قال انه الشناوي ماشي بشكل كويس جدا في تنفيذ البرنامج اللي اتحط ليه للتعافي من الاصابه، واكد انه اللاعب قطع مشوار طويل جدا في تنفيذ البرنامج واموره ماشيه بشكل مطمئن ان شاء الله.